السلام عليكم خوتي اخواتاتي، صباح كدير؟ لاباس عليكم؟ الصحة وامكم على خير؟ كما كنقول لكم ديما كنتمنى اليوم يكون خير من البارح. نتوما لاباس؟ كنت مع الحرارة، كاين شي منتجات، كاين شي صفار عطيين. حنا بعدا ولا تاعيين، انا ما بقيتش باقية قادر نزيد نهضر، عييت. واليوم صافي سالينا كلشي اللي كنا ندوزين في الاوطيل ديك 6 ايام ديال التبحيرة. حنا راجعين بحالتنا صفاقس، وقبل ما نرجعو دزنا قالنا ناكلو القلة، يعني بحال طنجية مراكشية كانت تيصوبوها هنا. قلنا نشوفوا ناخذوا حتى فكره، احنا غادي نشوفوا الطنجيه كيف دايره، وانتم معنا نوريوكم ديك الساعه نعاودوا نتلاقاو. اللي ما جابوها لنا باقي ما جابوهاش، يلا خليكم معنا خوتي. تي خوتي تي، معنا الولد اللي كيصوب الطنجيه، غادي يقول لنا شنو لا قصه اللي فيها وكيفاش كيصوبوها. كيفاش كتصوبوا خويا الطنجيه ديالكم هذه؟ ماشي الطنجيه هذه، كتسميوها القله. كرقولات. قول لي كيفاش كتصوبوها؟ طماطم وبطاطا وبصل ولحم معلوش. ها؟ حتى تيخلي نفور فور ابواب في الحطب. تجيب واحده واحده. شحال كطيب؟ على ساعة ونص هكا. هذه ساعة ونص؟ وكطيب في الفرن، يعني هي ما كطيبش غير في الرماد بحال حنا عندنا كنطيبوها غير في الحرارة. حنا حتى كيبرد الفرن وكتدفنوها، حنا كندفنوها في وسط الرماد وكطيب. انتوما لا، خاصها تطيب هكا في العافية. اه تطيب هذاك خاطر فور سبيسيال نتاع واحد. فور سبيسيال ديالها؟ ها انتوما كنتو كتشوفوا الفرن ديالها سبيسيال، ولكن ماشي بحال ديالنا. هذه سميتها القلة. بحال شكل الطنجية ولكن ماشي بحال ديالنا. تطيب ونشوفو الماء وكيديرو فيها الخضرة. وحنا حنا ديالنا كنديرو غير اللحم بوحده والسلام. شكرا اخويا. وشنو هادي كتصوب دابا؟ هادشي اللي كتصوب شنو؟ هي بيتزا. بيتزا؟ شكرا. يوم ما شاء الله عليك، شكرا خويا. تتوجد ونشوفوها. كنهضروا معاه والله ما فهمش كلمه. المهم هي كطيبه، انتما كتشوفوها ومع الماء كتجيبوها لنا ونشوفوا الطنجية واش بحال بحال. ها البطاطا هكا كيفاش درتو لها؟ ها هي القلة ديالنا وجدات، نشوفوا كيفاش كيديروا لها. كتهرسوا؟ لا صبا نشوف شنو غيديروا لها. تكسرها ولا شنو؟ لا سبحان الله. هاي بدل صحن. هاي بدل حليب الحم ديال الغني، يسموه محل علوش بالغني العلوش. هو بانت لنا بحال شكل طاجين مغربي، ماشي طاجين مغربي. طاجين مغربي ماشي بحال سميتها مراكشي، طنجية مراكشية كيما هكا. بالقليلة هذه طاجين مغربي. ها مفوحة بالقليلة. شكرا. هو هذا اخوتي اخوتي، غنذوقو ونشوف كيفاش داير واش كاين شي، ونرد عليكم الخبار. سربيكم ولا شكرا لكم. سربيكم ولا تزوج؟ سربينا. وكما قلت لكم اخوتي اخوتي، ديما الواحد كيحب كل حاجه وحديتها. هانتوا هي طابت دابا، هو كيسربي الناس كامل. يعني حنا ما كنا عارفين ان العادات والتقاليد واحد كياكل في صحنه بوحدو. عارف صحنك اخو خديجه؟ طي صحنك. نكملوا هذا الساعة. نكملوا هذا الشوك ونوضح. ديالها بطاطا وبصلة ومغيشة بقات لي. اللي بغى لاصوص يديرها. وهذا خبز بوحديته كيعجبو هنا. شوف سميتو؟ هما حنا كنطلبوا هي سميتو واحد الاسم. حنايا عندنا خايب عندنا في المغرب ما نقدروش نقولوه.
دار مجدول خبز مبسط. خبز مبسط؟ خبز مبسط ساعات. لا ما نقولوهاش هذيك الكلمة عن نعيب.